السلام عليكم، معاكم اخوكم سيد علي من الاسماعيليه مصر. ان شاء الله النهارده هنشرح حاجه جديده في السواري. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبلها. اولا الناحيه الثانيه، احنا غير مسؤولين شرعا عن طريقه لبسه. تلبسه في البيت ماشي، تلبسه لجوزها ماشي، تلبسه في زمره نساء ماشي، غير كده فاحنا غير مسؤولين امام الله شرعا عن طريق لبس فستان السهره. النهارده ان شاء الله هنشرح حاجه جديده في فستان السهره وتعتبر مهمه جدا. تعرفين يا جماعه لما تيجي تشوفوا، خاصه لما تشوفوا عرض ازياء او تشوفوا مصممين الازياء، لما بييجوا يعملوا عرض ازياء ولا حاجه، وخاصه الناس اللي بيعملوا باترون، تحس ان هما الفستان مظبوط بدرجه خطيره جدا، يعني مظبوط على جسمها بدرجه جامده جدا. صعب قوي انك انت تخلي الواحد فستان يبقى لابس على جسمها بالطريقه دي، وبيبقى محتاج رسم على المانيكان ومحتاج حاجات كتير، وكنا احنا شرحناها قبل كده وقلنا عليها المولاج. لكن النهارده ان شاء الله هنقول لكم ازاي تقدروا تخلوا الفستان مسطره كده ومفيش فيه اي زيادات او فيه اي حاجه. الحركه دي بيعملوها بسيطه قوي وليها علم بسيط خالص، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يتقبله. هما بيعملوا الباترون عادي جدا زي ما احنا بنعمله، بس ما بيعملوش بنس. شوفوا، مع ان الفستان ماسك على الجسم كويس جدا، لكن ما بيعملوش بنس. وهشرح لكم هو بيعملوه ازاي. هما بيشرحوا بيعملوا حركة اسمها طريقة الورد. فساتين معمولة بالورد، يعني لو احنا جبنا قماش، طبعا النهارده هنشرحها باستفاضة، انا كنت شرحتها قبل كده. لو احنا جبنا حتة قماش زي كده ولقينا لها مطة بالطول او مطة بالعرض، لو احنا جبنا المطة بالورد هنلاقيها اسهل بكتير واخف، حتى لو القماشة دي ما بتمطش. يعني احنا لو افترضنا مثلا ان دي قماشه جينز مثلا زي كده، كده ما بتمطش خالص، وكده برضو المطه فيها ايه، خفيفه. لكن لو عملناها بالورد كده هنلاقيها بتمط زي السوسته. هما بقى بيستغلوا الفكره دي ان هما يعملوها بالورد. طبعا احنا هنا في مصر وفي مؤسسه صيدليات كتيره بيعملوا ايه بقى، بيروحوا جايبين الطول في العرض كده ويخلوه هو العجل بتاعه، ويروحوا مقصين عليه مثلا فستان. في ناس بتعملها عبايات دلوقتي، يروحوا مقصين عليه فستان كده اهو. انا جبت لكم بس منظر الفستان كده شكل مبدئي عشان اشرح لكم عليه، ويروحوا حاطينه وراسمين. بس يشترط ان هو عشان يعرف يعمل الطريقه دي لازم يقسم القماشه طول في عرض. النهارده ان شاء الله هنشرحها بطريقه اسهل. احنا بنسيب القماش زي ما هو خالص، ده طول النسيج وده عرض النسيج، ويبقى لعبة الوردة هتتلعب في الباترون سواء في الكم او في الفستان او في اي حاجة. يعني مثلا افترض ان ده الكم ودي القماشة، انا عايز بس ايه، اجيب قماش عشان تبقى العملية اوضح والرؤية اوضح. يعني هنجيب قماش ونحطه على البرسل كده، ده عشان اقدر اظبط الورد بتاعه بالظبط. بجيب طول في عرض قد بعض واقسمه كده واجيب الوردة بتاعته. كل الترزية تقريبا او كل معظم المصدرات بيعملوها كده، يعني بيعملوا الحركة دي لو هم عايزين يشتغلوا ورد. لكن هي اصلا في الحقيقه بتتعمل بطريقه تانية، انك انت بتحط القماش على عدله خالص وبتظبطه قدام منك ومبتلعبش في القماش خالص، وبتلعب بس في الباترون. الباترون ليه الخط بتاعه المنتصف اللي هو الخط القايم اللي بيتقسم عليه ده، واللي احنا بنفتحه ونحط عليه الباترون عادي. فهتيجي الباترون بتحطه بطول القماش زي ما احنا حطيناه وده عرض القماش. طيب انا المفروض اعمل ايه بقى في الباترون ده عشان اطلع ورد؟ زي ما احنا قلنا ان الورد بيخلي الفستان يبقى عامل زي السوست على الجسم، فبيجيب كل التفاصيل بمنتهى السهوله ويجسم بمنتهى السهوله. فزي ما بتشوفوا عرضات الازياء وتشوف الحاجات دي، تلاقي الفستان لازق بطريقه جميله جدا، خاصه لو احنا عملنا القماش بالورد. احنا نعمل ايه بقى؟ احنا بنجيب الباترون ونحطه
ونجيب مثلث، المثلث ده اسمه مثلث ارسطو، ده بيبقى طوله قد عرضه، نفس حرق نفس فكره الورد، بحطه ماشي مع يعني انتوا شايفين الخط المستقيم ده اللي هو الزاويه القايمه دي. لو احنا افترضنا مثلا ان ده الخط القايم اهو بتاعنا، ده الخط القائم بتاعنا، بحط عليه الباترون، بحط عليه المثلث في اي مكان واخد عليه ده المثلث ده، قلنا طوله زي عرضه وليه زاويه اسمها زاويه 45 درجه. يبقى الفكره ان انا عايز اعمل زاويه 45 درجه على الخط القائم ده، يبقى انا هعمل زاويه 45 درجه على الخط ده بزاويه ميل كده. كده يبقى انا عملتها على المثلث، وبعد ما عملت الخط بروح انا مكمل عليه. وارجع تاني على نفس المكان واعمل خطين كمان، ثلاث خطوط مفيش مشكلة يعني. يبقى عندي خط ده انا بعمله في الباترون، ما بعملوش على القماش خالص. فبقى عندي ثلاث خطوط بزاوية ميل 45 درجة بالظبط، بعكس عليهم بعكس عليهم الزاوية بتاعتهم اللي هو زاوية قايمة، يبقى التاني عليه زاوية قايمة برضو. هروح انا عامل الخط كده، يبقى انا عملت كمان زاوية 45 درجة عكس التانية، يبقى هما دي ديت على دي قايمة. ثواني بقى عشان ايه دوت على دوت قايم، يعني هما الاتنين زاوية قايمة مع بعض. ده بقى اللي بقى زاويه 45 قصاده، مع ان هو ده الاساس اللي قايم. فعملنا كام خط دلوقتي؟ برضو عملنا على ده زاويه قايمه، كده يبقى احنا عملنا على الباترون زوايا 45 درجه. يعني هو لو انا حطيت الباترون عدل هلاقي 45 الاتجاه ده و 45 الاتجاه ده. طيب ليه انا عملت كده في الباترون؟ علشان لما اجي افرد القماش قدامي هيبقى خط النسيج بتاع القماش طول وعرض، طول وعرض خط النسيج بتاعي. المفروض ان انا بحط عليه الباترون على طول القماش، لا هيجي بقى عندنا حاجه جديده وهنسميها اتجاه القماش، اللي هي الخطوط الجديده اللي احنا عملناها اللي هي بزاويه 45، هنقول عليها اتجاه القماش، اتجاه القماش. والخط الثاني برضو نفس النظام، اتجاه القماش. نعمل ايه بقى في التعديل؟ هنحط الباترون كده، لا السعدي لا، هيبقى عندنا خطوط جديدة هي اتجاه القماش. يعني شايفين الخط ده، هنعدل عليه الباترون كده، يبقى احنا قلنا النسيج كده ماشي طول في القماش اهو، ماشي طول في عرض. احنا بقى هنمشي على الخط الجديد اللي هو ده ونعدله كده مع النسيج، ونعمل الخط التاني اللي هو القايم عليه مع النسيج. فاحنا عملنا اتجاهين، يا اما حبينا نظبط الباترون كده. طيب احنا لما عملنا كده على الباترون ايه اللي حصل؟ استغنينا على موضوع ان احنا نقسم القماش كده يا جماعه، استغنينا عنها. بس ليه؟ عشان لما نيجي نفرش مثلا كميه، عايزين نفرش 30 فستان 40 فستان، عشان نقعد نطبق 30 40 فستان بزاويه، لا هنطبق القماش عادي بعدلته على البنك عادي ويتفرد عادي وكل حاجه. لكن لما اجي اقف، لما اجي اقص ماشي، هحط الورقه على الخط الجديد اللي احنا عملناه اللي هو اتجاه القماش. يبقى الخط الاولاني ده اتلغى، والخطوط الجديده دي اللي اتحطت عليها، فانا بظبط عليها الباترون يا اما كده مع خط اتجاه القماش، يا اما كده مع الخط التاني. وفي نفس الوقت زاويه 45 درجه دي هتطلع لي الباترون مظبوط، كل زواياه مظبوطه بايه؟ بزاويه 45 درجه بالظبط. نفس الفكره في موضوع الكم، الكم بيتحط كده على القماش على عدله. لا طبعا احنا مش هنعمل الكم كده، طبعا احنا هنعمل الكم برضو نفس الفكره،
الخط القائم بتاعنا اللي هو الاساس اللي احنا بنشتغل عليه، وهنغير اللون وهنقول على الخط الجديد ده ايه اللي هو مايل دوت بزاوية 45 درجة اتجاه القماش، ونروح راجعين تاني. بدل ما نحط الكم بتاعنا بطريقة العدلة بتاعتنا بتاعت كل مرة، لا هنمشي على الخط الجديد ونعدله، هنخلي الخط هو اللي ماشي مع الاتجاه القماش، يقوم الكم يتحول لزاوية 45. طب انا استفدت ايه من الحتة دي؟ استفدت ان انا استغليت نسبة مطة جامدة في الفستان. فانا لو حبيت ان انا البسه لواحدة عارضة ازياء او اي حاجة، حتى لو جسمها مش مظبوط بيلزق في جل جسمها، ويبقى فيه نسبة مطة حتى لو انا كنت غلطان في المقاس. يعني حتى لو انا عملت المقاس اصغر سن او في اي حاجة، السوستة بتاعت المطة ديت بتروح جايبة التكسيمة كله، فتلاقي عارضة الازياء لما بتمشي ما بيبانش تكسير في الفستان، وفي نفس الوقت جايب التكسيمة حلو جدا عليه. طيب اللي احنا عملناه ده في الصدر طبعا هنعمله في الظهر. فلو احنا رسمنا البطرون ده كده بالاتجاه التاني، هنيجي نعمل البطرون برضو بالعكس بتاعه في الظهر. طبعا انا لو حاولت ان انا اعمل لكم البطرون على حجمه الطبيعي هنا في المكان في المحل، لا يمكن طبعا هتفهموا اللي انا عايز اقوله، لكن انا بشرحه بالطريقه دي عشان الطريقه دي اسهل واوضح، ان انا بمشي على الاتجاه الجديد اللي هو اتجاه زاويه 45، ما بمشيش على الاتجاه ده، فاقدر من خلاله ان انا اقدر احط البطرون بتاعي مرتاح في اي مكان انا عايزه. وهيكون كمان بقدر اعشق القماش بطريقه حلوه، لان انا لما بظبط الخط ده كده بظبط على الخط بتاعي، ما بظبطش على الايه؟ على ميل الفستان، بظبط على الخطوط، فاقدر احرك الباترون شمال ويمين واوفر قماش زي ما انا عايز. اما الطريقه الاولانيه اللي هي انك انت بتقلب القماش كده تخلي طول في عرض، ما بقدرش اوفر قماش لان انا بحط الباترون على عدله كده اهو، وده بيستهلك قماش اكتر بكتير. فتعتبر زاويه 45 درجه اللي هي زاويه الورد طريقة جميلة جدا في انك انت كده. انا مشيت على الخط الاساسي، لما انا حطيت الباترون كده لو انا عايز اقلبه ورد بروح انا عامله كده وامشي على الخط الجديد. معلومة، الورد ما بيتعملوش بنس، بيتعمل له تكسين جامد مرة واحدة وما بيبانش فيه. طبعا في غلطتين في الورد في التفصيل في الباترون وهو بيتعمل بتبوظ الموديل خالص. ان شاء الله الحصة الجاية نشرحها، لان اللي هيعمل الورد ويغلط الغلطتين دول ان شاء الله هيشرب القماش. ان شاء الله نشرحهم الحصه الجايه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل.